طيب طبعا وصلنا إلى نهاية حلقتنا، ونشكر صراحة تواجدكم معنا، التواجد كان جدا جميل وحضور مميز، وأتحفتمونا اليوم وأسعدتمونا وأسعدتم المشاهد. طبعا تنبيه فقط بسيط، في الأيام هذه الخمسة أيام وستة أيام راح يكون جدولنا مسائي من العصر حتى هذا الوقت سبعة، يعني قبل الساعة الثامنة ننتهي، حتى يبدأ البرنامج إن شاء الله الفعلي في الصباح، يكون وقتنا يرجع إلى الصباح. حلو. كما كنا فيها. لو حطيت السناب حقي يا محمود، اللي حاب يشارك معنا من كبار السن في مجلسنا لو أرسل لي على السناب، إن استطاع محمود يحط السناب حقي جزاه الله خير، يرسل لي مقطع، يرسل لي مشاركة، نحن نرحب ونهلي بكبار السن الذين عندهم رسالة، عندهم حكمة، عندهم مشاركة جميلة يشاركونا في مجلسنا، فهي أبرك السعادة. مجلسنا مفتوح للجميع، وهذا سنابي موجود، يرسل لي مقطع، يرسل لي رقمه، يرسل لي شيء يتواصل معه. فحياكم الله جميعا، ونقول لكم دائما في ختام مجلسنا مثل ما يقول لنا أبو سليمان، اقعدوا في العافية. اقعدوا في العافية. السلام عليكم.